السلام عليكم أعزائي عزيزاتي متابعي إعلانات وطلبات الزواج مركز الزواج تحفة العروس الذي مقره الدار البيضاء المغرب. اليوم لدينا حصة جديدة من إعلانات وطلبات الزواج من أوروبا وأمريكا وكندا. الإعلان الأول هو شاب مغربي مطلق يقيم في دولة النرويج مقاول يرغب في الزواج من شابة مغربية. الإعلان الثاني أستاذ جامعي من جنسية مصرية في أمريكا يقيم في ولاية واشنطن 56 سنة يرغب في الزواج من مغربية. الإعلان الثالث مغربية مطلقة عمرها 58 سنة تعيش في كندا كيبيك ترغب في الزواج من مغربي. الإعلان الآخر الرابع أرمل سوداني 52 سنة مهندس مشاريع إدارة مشاريع يقيم كندا يرغب في الزواج من مغربية. كذلك شابة مغربية تقيم في باريس في فرنسا مهندسة 33 سنة من أصول من جنوب المغرب ترغب في الزواج من مغربي مقيم في أوروبا. كذلك شاب سوري عنده 37 سنة يقيم في أستراليا مسير مطعم يرغب في الزواج من مغربية تعيش معه في دولة